نقول ان مفيش حاجه اسمها الشيخ زايد ومدينه نصر ولا كله جزيره، كله نادي واحد، وده تقليد حلو ان احنا نبتدي نعرف الناس ببعض، يبقى في تالف ما بين الثلاث انديه، مش الثلاث انديه برضه، هو الثلاث فروع ونفس الناس هنا، لازم يبقوا هم مش كل واحد مش عارف التاني، فده نشاط جديد وان شاء الله كده تبقى في العاب كتيره وفي اعمار وسيدات ويبقى في يوم رياضي دايما، وده اللي احنا بنسعى عليه كده، ان ايه ارتباط بين الثلاث فروع. يعني انت عارف في لجان اتفعلت كتيره من واخدين في اللجنه من كل فرع من الفروع، مش اللجنه من المركز الرئيسي بس او من النادي الاهلي للفروع كلها، فاحنا بنقول ان اللجان دي لازم تفعل البرنامج بتاعنا اللي احنا حطيناه عشان نقدر نكمل هذا البرنامج، ولما نيجي في الجمعيه العموميه نقول للجمعيه العموميه ان شاء الله كده احنا وفينا بوعدنا، عملنا البرنامج اللي احنا قاعدين عليه على البرنامج الزمني بتاعه، يعني كل سنه في جزء هيتعمل، فان شاء الله باذن الله كده اللجان دي تقوم بدورها ويحصل هذا التفاعل.